حتى نص النهار 31 328 330 رقم التليفون. اليوم لونتين مفتوح ليكم باش تقدموا المعايدات نتاعكم باش تحكيوا على العيد، لانه العيد مازال كي قبل، مازلنا نروحوا للمدن الاصليه، للجهات الاصليه، للقرى الاصليه، مشيوا بحذا لميمه، بحذا البو، بحذا الجد، بحذا الجده، بحذا الخال، بحذا العمه، تتلم العائله الكبيره، تتبادل الزيارات والتهاني المباشره، جو دي بيان المباشره خلال العيد. وإلا مازال اليوم مواقع التواصل الاجتماعي والتليفون هو اللي يقضي اليوم، بار اس ام اس، بار ماسنجر، بار واتساب، بار غيره من الوسائل، يبعث لك معايدة متاع عيد وقص الموضوع. عيد العيد بين قبل وتوا شنو اللي تبدل، شنو الباهي وشنو الخايب، خليكم المجال باش تتواصلوا معنا. رقم التليفون كما قلت لكم 31 328 330. مريم مسمودي تستقبل تليفوناتكم. احنا باش نحكيو على حادثة انفجار المحطة النفطية اللي صار في رادس منذ أيام. تذكروا جيدا المحطة اللي صار فيها الحادث هذايا، وكانوا فما عدد من المصابين، واحد المصابين اللي كانت الإصابة نتاعو الحقيقة بليغة ثم توفي بعد ذلك، ربي يرحمه إن شاء الله وربي يصبر عائلته. عائلته اليوم تتهم الجهات الصحية بالتقصير، نحكي في الموضوع تفاصيله تتسويتا. ضيفتنا في المباشر زوجة المرحوم محمد، زوجة المرحوم سليم، سميرة بن جميع، مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا مدام سميرة، بركة فيكم، ربي يصبركم إن شاء الله. مدام سميرة مرحبا، اهلا وسهلا. عايشه، ربي يصبركم، بركه فيكم، ربي يرحمه ان شاء الله. عايشه ترحم. عايشه سي سليم اسمه هكا ولا؟ سليم بن جميع، ربي يرحمه ان شاء الله وربي ينزل صبره عليكم في العواشر. مدام سميرة، الحادث صار وربي معناتها ان شاء الله يتقبلوا برحمته الواسعه ويسكنوا في فراديس جنان، ولكن هات اليوم نحكيو على علاش انتم متألمين من الموضوع وتتهموا بعض الجهات بالتقصير، شو اللي صار؟ علاش تقولوا في الكلام هذايا؟ هذه مهلة السبيطار، هما الخدمة الحق هذه مهلة السبيطار لقفوا وحقها بطبيعة نهار الأول وكله ما نجموش نشوفه وما نجمو نعرفوا حد شيء، ومن بعد ركحوا وطلع للكاتريام ايتاج هو في الرياض حروقه ديك تفتح حالته تعبة شوية. مدام اقرب شوية للتليفون خاطر صوتك متقطع، مانيش نسمع فيك بالكوميلفو. معناتها شو قلت لي؟ قلت لي هزوه لقفوه للطبيب لا يمثلوا لنايا ما نجموش نشوفه، ثم طلعوه للكاتريام هاي القسم الانعاش هكا. ايه هاي خاطر حد تعب شويه هاي نعرفش علاش الصوت مش واضح. قلت هو اكثر واحد متضرر في الحروق في بدنه. اي اي هو ديجا اللي سكر الفانا. اي اي عمل بطولي قام به معناتها. هاي اي والحق قعدنا نمشي ونجي وكل مره ما نجموش نشوفوه، يقولوا لنا ممنوع والريا سيرفيس ديليكا وما تنجموش تدخلوا تشوفوه، ونخافوا من لي فيروس، نخافوا من لي انفيكسيون، يعني ممنوع حتى من البلار ما نجموش نشوفه. وبشويه بشويه بدات المرحله نتاع هو يطلبنا، خاطر نحن عطيناه تليفون او موان كي ما نجموش نشوفوه خلينا له تليفون. اي نجموا نطلبوا. معناتها كان في وعيه هو هكا ولا؟ اي هو فايق من نهار الاولاني راه. اي باهي اي هو كان كونسيون وفايق ويكلم فينا ولاباس والحمد لله. باهي الحمد لله. هاي وحكم اللي هو في السبيطار حاسيلو يمكن النهار الثاني هكاك. هو الاصابه وين بالضبط مدام؟ هو في دي ايدي ايدي وساقي وظهره مخروقته وجهه كتافه زاد من فوق وتروازين دقري. المعلومه هذه هما ما قالوها لناش، قالوا لنا ثم هكا بلايص صغار فيهم تروازين دقري، اما حالته هو ظهره هو دقري حالته، معناه الحروق اللي في بدنه ما يقلقوش ما يخوفوش يداوي. كانوا يطمنوكم معناتها في الاول؟ اي هما ديما يطمنوا فينا وحالته مستقره ديما للحظه هذه ديما حالته مستقره. وبدا هكا بشويه بشويه يتقلق، نسالوه الماكله يقولوا لنا جيبوا له خليه ياكل، هو من الاول الحق متقلق ما يحبش ياكل. رافض الماكله يخاف خاطر كوش ودنيا، يقول لك باش ما يعملش على روحه. باش ما يبدلولوش الكوش. بدا حاسين خذا الانفكسيون من السبيطار. خذا انفكسيون من السبيطار وبدات الرحله. شكون اللي قالها لكم المعلومه هذه؟ شكون اللي قالها لكم خذا انفكسيون من السبيطار؟
طبيبة. طبيبة. هاي باي هاي. لا لا الكلام مصدر الطبي معناتها. هاي. اي يخرجوا يكلمونا هما نقعدوا لما حالة نحن رانا كل يوم غادي في الكلوار الفوق في الكاتريام ايتاج يخرجوا الطب نتاعو يكلمونا. اي. مش كل يوم اما يخرجوا يطمنونا هاو لاباس هاو يغسل الانتيبيوتيك هاو ماشي معاه شوية هاو تو يتحسن تو هاو ماني كل مرة حتى كي شاكين في حاجة يقولونا باش نشوفوا نعملوا سكانير نعملوا ليزاناليز نتاعو ديما طيب. كان يعلموكم أول بأول معناتها هاي. اي الطب نتاعو الكبار. اي. ومن بعد بدا الحق يتشكى لنا يبدا جيعان ما يوكلوش يقعد يستنى حتى يتعدى شكون بحكم اللي هو يديه محروقين الزوز. يعيط لهم باش يوكلوه هنا جايين هنا جايين ما يجيوش. يقول تو مش مشكله هو على الماكله اما شربه الماء. اي. يقول ما نلقاش شكون يعطيني شربه ماء. وصلوا حطوا له دبوزه كبيره ما بين ساقيه. وعنده روطاي كبير. هاي. والدبوزه مرخوفه شويه باش هو يهز ويحط يحلها بيديه اللي هي محروقه وبالفاس مال الكل. يحلها بشويه باش هو يوصل ياخذ شربه الماء. هذا كله فماش في السبيطار شكون يعطي شربه ماء؟ يخدموا قال لك عندنا نحن 30 واحد محروق ما عندناش واحد بركة باش نتلهاو به. ثم نهار كلمني قبل شقان الفطر. قال لي راني الكوش بدلوه لي من 9 نتاع الصباح طلبني حكيت من 3:30 ل4 قال لي توا نستنى فيهم ما بدلوليش الكوش. حاولنا نتصلوا ونشوفوا شكون هكا نعرفوش شكون باش يمشي يكلمهم يبدلوا له الكوش ما الحق ما لقينا حد نحن. وسع بالك توا يجيوك توا يبدلوا لك الكوش هذاك بيدو هو كلمني عليه بعد شقان الفطر. بقى ما تبدلش معناتها هاي؟ ما تبدلش الكوش هذاك هو بيدو ما تبدلش. مشينا الحق انا كلمت صحابه يمشيوا معايا الحق خاطر ما همش مخليني من نهار الاولاني. اي. نكلم واحد يجيوني 10. مشينا باش نكلموهم طلعت للطبيب والفوق طلعت للرياض خاطر هما ديجا ما يخليوناش ساعات حتى من الباب. باش نطلعوا الفوق للرياض يقول لك سيرفيس ممنوع تطلع باش تعملوا لنا مشكله. عملنا لي سي باسي ولينا نطلعوا مش مشكل به. ندق ندق وخرج خرج لي طبيب قلت له امان ديجا نحن يعرفونا خاطر الناس الكل تسال على سليم بن جميع سليم بن جميع. خاطر هو الوضعيه نتاعو اصعب وضعيه معناتها اي هو اصعب وضعيه ويظهر لي هو اللي منع الناس الكل من الموت. هاي. خرج لي طبيب قلت له راهو سليم بن جميع كذا وكذا كوشو ما تبدلش. هاي. قال لي كيفاش تكون ما تبدلش بدلوا له كوشو قلت له انا توا راني معاه بالتليفون كوشو ما تبدلش من الصباح. وكوشو ما تبدلش وهو مخروقته محروقة معناه هاي. والله كان صحيحة ممكن أما هو مخروقته محروقة. قال به هاتا ونشوفوا هاي جت تو الفرملية باش تبدلوا هاي درا شنو وهو ما فهمش ما جاتش الفرملية لا حتى شيء ديجا أصحابه أنا نكلم في الطبيب وأصحابه من شيرة أخرى يشوفوا في شكون من إيتاج واحد آخر يقول شكون باش يطلع. هاي. قال لي في الاخر قال لي مدام راهو عندنا مونك ديفيكتيف نحن قال لي انا توا هاني انا طبيب انا وكلت راجلك بيدي موجود في السيرفيس انا وفرملي ولا انا وفرملي ما عنديش شكون يخدم معايا معناتها هاي صحيح خلينا نختصروا شويه لان ما عادش عندنا برشا وقت مدام سميره هاي ومن بعد شنو اللي صار بعد ما قال لك الطبيب الكلام هذايا الكل نورمال من بعد لقينا شكون يبدل له وكل اما قاعد ديما التشكيات ما يوكلوهوش ما يشربوهوش نحن ما نشوفوهوش حتى الخدمه يرحم والديهم عليه وقفوا معاه بالكدا بالكدا عاجيل وقفت معاه اصحابه خدامه والعروفات البي دي جي الكل كل وقفوا معاه وحبوا ديجا يخرجوه هما باش يهزوه للكلينيك هما السبيطار ما حبوش حبوا يبعثوا له طبيب زاده من الكلينيك باش يحكي مع طب السبيطار يشوف شنو الحاله نتاعو شنو يلزم ما يلزمش ما حبوش يقابلوه. كيف كيف عجيل بعثت شكون باش يحكي معاهم ويشوف ينجموش يدخلوا له فرملي ولا فرمليه اللي هو معناتها قالوا لا ممنوع ما حبوش. معناتها انتم تتهموهم اليوم بالتقصير والاهمال هكا ولا؟ لا لا تقصير شو توا انا ما ندخلش اصحابه ما يدخلوش نخافوا من الانفكسيون ورضينا وقلنا ما يسالش. مش لازم ندخلوا باش ما نضروهوش. هما اللي يخدموا غادي في اللي يخدموا غادي في السيرفيس الكاتريين يهبطوا للقهوه يعملوا سيجار وبالتوني نتاعهم ويعاودوا يرجعوا يطلعوا يخدموا بنفس التوني يدخلوا للسيرفيس.
معناتها علاش خرجوه باش يعمل سكانير. هو نورمال ما في سيرفيس ريا وسيرفيس حساس نورمال ما يشوفوا حد وما يشوفش ما يشوفوا حد خرجوه. انتم كي عينتوا كل هذه الاخلالات مدام سميره رفعتوش قضيه في الغرض؟ لا مازلنا ما رفعناش. مازلتوا ما رفعتوش. شكون حضره معنا النيابه العموميه بعد شويه؟ خليك تسمع، واذا كنت نجموا ترفعوا قضيه باش تاخذوا حق المرحوم ان شاء الله ربي يرحمه، او النطق الرسمي يسمحك ما يقول لكم شنو هي الاجراءات اللي تقوموا بها. شكرا جزيلا مدام سميره بن جميع زوجة المرحوم سليم الذي توفي متاثرا بجروحه وحروقه في حديثه انفجار محطه النفطيه في رادس. فاصل ونواصل.